جولة في السي بورت على مطاعم منهاتن مع موفق وماهر. ماهر دليل السياحة بالنسبة لنا، لأنه إحنا ما بنعرف شيء عن منهاتن، ولهذا السبب جابنا اليوم على هذا المكان ليطلعنا على منهاتن ومطاعم منهاتن اللي هي في منطقة السيبورت. هذا القسم خاص بمطاعم السيبورت. طبعا المكان هذا القسم هلا فاضي الا من بعض الناس، لانه اليوم عطل بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فمعظم الناس اللي سكروا وانبسطوا وفرحوا وفرفشوا مبارح لا يزالوا في سبات عميق، ولا في الأيام العادية تنتظر دقائق وربما إلى ساعات حتى يصح لك دور. حتى تأخذ وجبة عشاك أو غداك. أعتقد نحن الآن في الطابق الثالث في مول أو مجمع السيبورت. من وراء الكزاز هيها بنصور في ماهر، بيصور في موفق. ايوه الله يرحم سيادك. يلا هناك كنا واخذنا بعض الصور. هذول بواخر او قوارب، قوارب من كل متفرجين سواح بلفوهم، باخذوا لف الدوران حول منهاتن. ايست ريفر فيري، الفيري في النهر الشرقي لمدينة منهاتن. ها بدك ما معك هسه بروح لك هناك. خليه شوي فيلم في اوكي في هلو